فيلم ايه اللي كان قاعد جنبك المشير الجمصي؟ ما هو ده، هو ده الرصاصه لا تزال في جيبي. يا نهار الفيلم بعد ما خلاص خلص كده شويه ففي عرض خاص جه بقى خلص كده شويه. اللي هي عامله ازاي دي؟ اللي هي ايه دي؟ هي خلص كده شويه ايه؟ طب وليه ليه لا انت بتقول خلص كده؟ وايه يعني هنفضل نعمل ايدينا كده مع ايوه ما انا مش فاهم يعني ايه خلص كده خلص شويه مشاهد. ايوه طيب افهم يعني، اصل مفيش حاجه اسمها خلص كده شويه. ايه دي؟ فعلا اللغه خانتني فعلا. فالمهم خلص شويه مشاهد كده وايه وبتعرضوا منهم المشاهد بتاعتي. اتاري الفريق الجمصي قاعد جنبي بقى في عرض خاص، والاستاذ رمسيس نجيب وانا قاعد في اليوم ده. انا حلق شعري، انا في الفيلم شعري جامد او قالب وشي وكده. فالفريق الجمصي بيقول مين اليهودي ده؟ قالوا لي ده ممثل. قالوا ايه ده بشع وليه شكله كده؟ اعوذ بالله واخلقوا ما لا تعلمون. ايه ده؟ فقلت له ده انا. قال لي انت ده؟ قلت له ومالك حالك شعرك وقرع كده؟ معلش تفتكر بقى الركون والقرع، عين القرع بيرد على القرع. هو القرع ايه بقى الشويه دي؟ انت يا عم اللي بتعمل كده. انا عملت حاجه؟ انا غلبان قاعده اتلقى القلاطه اللي هتضرب في نافوخي كمان شويه. ده بقى الفيلم بتاع الرصاصه اللي تزال في جيبي. كلم نفسك. ايه اللي وداك امريكا؟ انا طبعا في سنة 2001 تعرف انا ضد اتحاد كتاب مصر، ممكن حاجة ما تعرفهاش. لا ما اعرفش. فكتبت رواية عن اللي حصل في مصر من 2001 بداية الثورة والحاجات دي. خدوا الرواية. اني ثورة فيه؟ الثورة كلها اللي على بعضيها كده، الاربع سنين في بعضيها، الفساد كله، الكوربشن ده. فانا سافرت. ثانية واحدة، 2001 ثورة ايه؟ بس عايزين نعمل كده شوية. ايوه ثورة ايه سنة 2001؟ الثورة اللي حصلت عندنا ضد الفساد. بتاعت 2011؟ ايوه. يبقى مش 2001. انا كتبت الرواية 2001. طب كويس. فانا كاتب 2001 الرواية. كل اللي حصل في 2011 بالحرف في الرواية 2001. فين الكتاب ده يا محمد؟ من عندي. هوريهولك دلوقتي على الموبايل. هتوريهولي على الموبايل؟ ده ليوناتي. ايه هتوريهولي؟ المصحف الشريف ده انا عيل. يا ابني الكتب بتتقري كده. والله العظيم ده انا بص انا وسعاد حسني زمان. ايه ده؟ انا وسعاد زمان. انت وسعاد حسني ده بئر الحرمان. امال. الله يا سلام على الجمال. طب والله العظيم ده اجيبها لك وحياة ربنا. لا اصل الحاجات دي ما تفوتنيش. ايوه كتاب انت يعني عامل له داونلود على الموبايل الكتاب على النت ولا؟ لا هوريك الغلاف بتاعه. يا رب ما الاقيش. بصور الغلاف. اهو وريني. بص خدوا يا ابني الصور دي وانا اللي هشوفها لوحدي. ذا ليوناتيك محي اسماعيل تحت. ذا لوناتيك. ذا لوناتيك اللي هو المخبول. كويس. فانا كاتب الروايه دي فخدوها هناك. اكبر انت كاتبها بالانجليزي ولا ترجمت فيما بعد؟ لا انا كاتبها عربي وترجمه واحده امريكيه راجع كل حاجه. المهم فقعدت 3 شهور هناك في رحله صرفت فيها 100,000 جنيه مستني بقى الكتاب ده يطلع. فقالوا لي اول ريبورت احنا قرينا الروايه، روايه جميله وتاريخيه وانسانيه والشخصيات لا تنسى. اكتبوا ده بالانجليزي عشان اوريهم في مصر دور النشر. كتبوا هاخد ده معايا. اوكي امتى الروايه هتطلع؟ قالوا بعد 3 شهور. ليه؟ قالوا ما حدش عارفك. طب وفي ايه؟ قالوا في 4 كتاب عالميين قبلك بس لو لجنه القراءة مش عارف ايه هتطبعها لك. بص وخدت النسخ وجيت وبقت موجوده على موقع الامازون ذا ليوناتيك المخبول. لما تقرا الروايه اللي انا كاتبها 2001 هتلاقي جميع الاحداث اللي انت شايفاها دي. لا والله. والقران الشريف لما تقرا الروايه هتلاقي كل ده. طب والمصحف اللي هقراه؟ بس وبالانجليزي. وخدوها فايت الكتاب طبعوه وحطوا عليها على مصر. ومش عاملين لسه دعايه حواليها. نازله لسه تاني يعني؟ يعني ده ايه طبعه تانيه تالته؟ طبعه تانيه. عبقري انت يا مولانا طول عمري محي اسماعيل. اللي بعده. يا رب انا لسه همدح يا عم اديني فرصه امدح. ويخلق ما لا تعلمون. يلا بقى تاني كده. شويه الفيلم شويه شويه خلص كده مش فاهم انا ايه دي. طب اوكي انت انا بحب مصنف ايه؟
المصنف. استنى خلينا اسال سؤال، معامله كبيره ومحترم بس حلوه. مصنف دي خطر. مصنف في المصنفات أحسن الفنيه. أحسن سايكوباتي. السايكوباتي لا. ايوه لا دي لو سمحت. احسن في اسمها ايه؟ لا، الجميع تعقيدات النفس البشريه اللي بتاع فرويد وكارلو جوستاف يونج وادلر والناس العلماء دول. انا الوحيد على مستوى العالم الذي جسد عقد البشر في 18 فيلم على اسس علميه. وهذا ليس كلامي، ولكن دي جامعة كونكورديا في كندا شافوا افلامي مترجمة وهناك ادوني بقى جوائز جامدة. الجملة بقى بتاعتي اللي انت صادرتها، سايكوباتيك ده مرض نفسي. طيب. اللي هو الانسان المسوشي وفي نفس الوقت الساد اللي بيعذب ويتعذب. طيب انت مصنف ايه؟ اسمك ايه؟ مصنف احسن خطر. ممثل. استنى يا جدع، مصنف انت. خطر. لا والله العظيم يا محي، انت قايل لي ان انت ليك لقب على انك او احسن من جسد، هل كده اسمه؟ ده حقيقة. رائد السايكو دراما. رائد السايكو دراما. ده مش انا اللي عمله ده. جوايزي ارجوكوا تيجوا مره تصوروا في البيت عندي، هنيجي نصور في تشوف جوايزي اللي من امريكا واللي من كندا واللي من بلاد كتيره جدا. رائد السايكو دراما في السينما. رائد السايكو على مستوى العالم لمؤاخذه. طب فكرني بال 18 فيلم منهم بئر الحرمان. اولا منهم الاخوه الاعداء الاول. ها هيطلع لي. يا نهار اسود. ماشي خلاص. الاخوه الاعداء. بتعذب انا في اللقاء. الاخوه الاعداء حلو قوي. الشياطين. كلهم نجوم سينما كبار. طبعا. الاقمر. دموع الشيطان، انا الشيطان. حلاوه الروح، انا وكمال الشناوي. الهاربات، انا والهام. ظهور بريه، الاوغاد، تحقيق، ريال فضه، الغجر، بئر الحرمان، شاهد الملكه، وراء الشمس مع رشدي اباظه العظيم. خلي بالك من زوزو، اعدام طالب ثانوي. بس واشترك في بطولة فيلمين عالميين هما الدورية وابطال الموت. انت عارف ان طلع في فيلم تاني طلياني لو فيلمين. طب ما هو انت رحت بقى التاني مثلته هناك. انا واحمد رمزي هنا عاملينه هنا. مح انت دلوقتي قطعت رجلهم بعد ما حلقت اقرع في الفيلم الاولاني. ما غلطوا وجم تاني مرة. جم بقى وحرموا يعتبوها تاني لما شافوني. نيلت الدنيا تاني. لا معهم. شافوني تاني قالوا هو انت. احنا كنا ناسيين. مش جايين تاني. وسافروا. ايوه بس اشتغلت في الفيلم. ايوه اشتغلت وقبضت بس كان 50 جنيه يا راجل. انت بس الفرق مع كام مخرج سنة؟ مع مخرج تاني. فرق سنتين بس مع مخرج تاني. يعني لكن لو الاولاني كان جه كان طبعا لا ولا حاجة. ودي جوايز بقى. اشكرك بعنف. احنا هنبقى نزاي يعني. بتخليها معاكي. وهي حاضر طبعا. انا سلام. انا اتشرف والله العظيم. يا موحي مومو جميل طبعا. طفل معجزة. طفل ذهب مع الريح. انتوا متخيلين ان احنا خلي بالك في اغنية انا كاتبها. لازم تزعوها عشان تقولي انت بتستعبط. اغنية تأليفي. ادائي. اخراجي. يا سيدي عملتها كليب يعني. امال. حاضر هنزل. فانا جايب لك منها دقيقتين. هي ليه الغنوة قد ايه؟ يعني بتاع 4 دقايق. فانا جبت 2. طيب. تشويق. كان نوع من التشويق. الله يبارك لك. تلميح ودو. ليس تصريح. انني المح فيها ولا اصرح. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا ويخلق ما لا تعلمون. طبعا. اسم الانسان. انا ام الارض وابويا الشمس واهل الكون وعيلتي كل شعوب الارض. قلت لي مين؟ انا ابن القرن الواحد والعشرين. انسان بسيط ومش عبيط. لما املك لقمتي، لما املك كلمتي، هي دي قصتي. قوات الحب هي اقوام الحب الهوى. لما نتعب شويه اللي قوينا هو. قوات الحب هي اقوام الحب الهوى. لما نتعب شويه اللي قوينا هو. قمح الشعوب بيغرقوا والانسان بيعطوا ويبقوه واللبن بيلوثوه. يعني طفلك الرضيع بيموتوه كده. الانسان بيفككوه. هي دي تبقى حياه. اعمل في ايه الراجل؟ اقول لك حاجه حلوه. انت متخيلين ان ده يبقى يعني انتيمي؟ مثلا قعدنا ايه مثلا 3 4 سنين لا نفترق انا وانت وعمر عبد العزيز واحمد الخطيب. والله العظيم انا عكس عكس كل ادوار. مره قاعدين في جنينه المسرح العايم
وبعدين ايه اما مش عارفه ايه اللي جاب سيره ان احنا عايزين نروح نعوم والسباحه والبحر الاحمر بقى والرياضيين وعيال كده. فمدحت الله يرحمه السباعي قال له بص يا محي لو القرش طلع لك نام على وشك. فقال له ليه؟ قال له افضل واقف في الميه كده ما تنامش كده ابدا. فقال له ليه؟ قال له لان القرش بقه عامل كده يعني بوزه اللي قدامك اقصى اطول من اللي تحت، فلو انت نايم هيقرمك، لو انت واقف مش هيعرف يقرمك. خلاص. انا مش فاكر عملت ايه. فانت سكت قوي، بصيت له كده قلت له القرش عارف الكلام ده؟ ما لازم يبقى عارف. طبعا هو القرش عارف ده. انت عارفه ان طبعا احنا سكتنا لحظه كده ووقعنا. انت بلاش ضمن، قال يعني اما اسمع نصيحتك وقف كده في الميه والقرش يجي وياكلني. الله يرحمه. حد قال للقرش ان مدحت سباعي قال انا عارف تفضل واقف كده ما تنامش كده عشان ما يتقرمش. انت عارفه ان الجنيه 100 قرش؟ يا نهار اسود. لا هقوم بقى. لا مش وحياة ربنا من قادر. تعال حرام. والله ما قدري. انت عارف ان الجنيه تاني 100 قرش تاني؟ لا هقوم تاني. والله ممثل يعني او كوميدي. انسان صادم. ممكن اسمي نفسي صادم. انت يا صادم تعال. يا ولا يا صادم. دلوقتي انت عامل حاله ضحك. انا بموت طبعا. اشوفك. لا مش ضحك جامد يعني. لا طيب ما انت صانع ضحك. فين يا ابني؟ ما طب فين؟ وانت ليه ما بتنتجليش فيلم؟ انا ما انتجتش لان انا الفتره دي دلوقتي يعني واخده هدنه شويه. طب ما انا جيت اعمل فيلم عندكم كرشتوني. محدش كرشك. والله العظيم كرشتوني. والله ما كرشوك. مكرش فنان. محضرين له بدله الادميرال. انا كنتش في البلد اصلا. لا ما عملتش حاجه. المقابله ما عجبتنيش. ما انا سمعت كده. ولذلك قلت انا عايز مدام اسعاد. قالوا لي والله مسافر. ما كنت في مصر. شكرا اللي قابلني مدام اسعاد. لان انا ابتديت مع اكبر منتجين مصر بيقابلوني على اعلى مستوى. أيوة لان انا محي اسماعيل. ما انا قعدت بقى اقول لك حقك عليا 68 سنه بعدها. حقك عليا ما تزعلش. انت يا راجل انت ما بتشتغلش كوميدي ليه بجد؟ ما يلا هو ايه؟ عايز اعمل افلام. كنت بتكتب وبتعمل كل حاجه يعني. خلاص. ساعات الواحد يبقى عنده ملكه يمكن الناس مش منتبهه لها قوي. طب والله العظيم النهارده انت مهم. طب والله العظيم انا كاتب فيلم عالمي وكوميدي ولن اتكلف ملاليم. لو ان اعمله هو اللي عارف اسمه ايه؟ الانزوح محي اسماعيل. طبعا مجرد تحط العفيش. الانزوح. فلوس بونديره. لميتي ديوني كلها سددتيها. يلا الانزوع. الله يا سلام. والقران الشريف وعلى اعلى مستوى ضحك موت. لو نعمله. طب يلا انا وطفل صغير هاتي لي احمد مالك اخويا الصغير وانا وشكرا. احمد مالك صغير ما هو عيل صغير مجنني. اخوك بقى احمد مالك اخوك الصغير؟ ما يطلع عيل صغير 16 سنه. طب وهو ده يبقى اخوك الصغير؟ ايوه اللي مجنني في الفيلم بس. ايه ده حفيدك. ما هيفيدني بيه بقى؟ ما انا لا اللي هفيد. خلاص معلش انا على تقول لي سني وسنك اقعد ساكت. خلاص. لا 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 سيبك من السن والكلام. هو الفنان بسنه؟ لا طبعا. فنان بفنه. طبعا. مش كده؟ طبعا. انت دلوقتي كاتب الفيلم خلاص. والقران قصه وسهر واغاني. برضه؟ والله هتغنيها انت؟ ايوه. هحط اغنيه قدامك على الشاشه اللي بيجيبوا بيها الجمهور ويجيبوا فلوس. اغنيه اسمها ايه؟ ابوك وافق وافق. سوداني. أغنية سودانية. أيوة اسمها إيه؟ يا أبوي أبوك وافق وافق. أخوك شارك شارك. أبوك بارك بارك. أمي برضو قالت لي وأبوك وافق وافق. أخوك شارك شارك. أبوك بارك بارك. العيال هتموت والله. بس حط دي وشوف الجمهور هيبقى قد إيه. طب عايز أسألك سؤال فلسفي. يا ريت سؤالين. طب حاضر بس خد الاولاني وبعدين تاني الحمي فيه. ايه سر محي بجد يعني ركز معايا، ايه سر انك في فتره في حياتك كنت بتنام في الدولاب؟ عمري ما نمت في الدولاب. لا بيقولوا عليك انك كنت بتنام في الدولاب. لو القران جوه الدولاب. جوه؟ ايوه. امال ايه في الدولاب؟ انت بتقولي في الدولاب. الدولاب حاجه كبيره. انما جوه الدولاب قصه ثانيه. قول لي بقى ازاي. انا إيه كنت بقى؟ اساسا الفتره دي كنت في الفتره دي السادات الله يرحمه مديني شقه بعد ما شاف فيلم الاخوه الاعداء. فقال عالجوه وفوتوه راسا مش عيان. قال الله نتوم يعالجوك.
قلت له طب ما اتعالجتش انا كويس عايز ايه؟ قلت له عايز الشقه. خدت الشقه في الوقت ده معيش فلوس. سافرت باريس قعدت سنه ورجعت الشقه ما فيش. ففي مذيعه مشهوره لا الشقه ما فيش عفش خالص. فكان في ساعه مش فاكر كان في مذيعه مشهوره عملت معايا حديث فقلت لها اتفضلي وجات وكده. فبتقول لي الله الشقه ما فيهاش حاجه. قلت لها اه دي شقتك ولا انت سارقها ولا؟ قلت لها دي شقتك. قالت لي الله امال بتنام فين؟ قلت لها حاليا بنام في الدولاب. قالت لي في الدولاب؟ قلت لها جوه الدولاب. قالت لي ازاي؟ قلت لها تعالى اوريك. فتحت الدولاب وفي حته كده زي مصطبه دخلت ونمت ورحت قايل. قالت لي ايه ده؟ قلت لها فوق في بلاكار لو ناس قرايب جايين يناموا فوق. لو النبي قالت لي بتتكلم بجد؟ يعني قلت لها هي الحياه جد؟ مش الحياه عبث ولا ايه؟ الحياه عبث وليه تاخدي كل حاجه جد؟ العالم اللي احنا عايشين فيه ده جد؟ لا. قمة العبس الابسيرد كله. بس فقلت لها بس انا بنعم هنا وساعات مثلا احط الادراج اللي تحت ده احط هنا شاي وهنا سكر وهنا كذا اذا حبيت قلقت يعني او ما عملتش. نايم مع النمليه في نفس الوقت جوه النمليه يعني ما الحاجه في حضنك بس بعيد عن الصندره. الصندره قصه ثانيه. الصندره بعيد طويل وبكي وافق وافق اعمل فيه ايه؟ نقول حاجه بقى نختم بيها. قول يا حبيبي. مش انت عايزها نختم؟ زهقت اكيد. يا ربنا ما تصيرها احنا بس الشريط هيقع بس مننا. انما قول قول اللي انت عايزه. انا بقول بقى على حبيبتي اللي هي صاحبه السعاده وهنلف الدنيا بيكي والشهد نجيبه ليكي والدنيا هتفرح بيكي وسعادتي هنجيبها ليكي وفي قلبي هسكنك وبدم امونك وهلف الدنيا بيكي والشهد اجيبه ليك والدنيا هتفرح بيك وسعدت نجيبها ليك وفي قلبي هسكنك وبدم امونك كده. والى لقاء اخر ان شاء الله. والى لقاء اخر لا لقاء مين اقعد استنى لقاء كمان لقاء مستمر. ما هو اللقاء خلاص مش هو. هنشرب فاصل يا ابني. خش فاصل. هنشرب فاصل. في مشروب فاصل هنا. هنشرب فاصل يلا. مشروب فاصل لصادم. ده كلام ده كلام ده كلام.